الأمازيغية لا نقاش، لأن هذا الموضوع الأمازيغية هي قضية وطنية حسمت دستوريا وحسمها جلالة الملك غير ما مرة في مختلف المناسبات. الانطلاق كان في خطاب أجدير، والمسار ديال التفعيل وديال الترسيم مستمر. فبالتالي يجب التمييز ما بين كيف تتبنى الحكومة هذه القضية المحورية الأساسية نظرا للطابع الرسمي ديالها في الدستور، نظرا لأن هذه الحكومة كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في المسار ديال الترسيم. شفنا الملتقى السنوي اللي كيتم وكيكون فرصة للوقوف حول المنجزات، شفنا التطور اللي وقع على مستوى الأساتذة ديال التدريس الأمازيغي على مستوى التعليم، والأرقام مني كتقارنها قبل مجيء الحكومة مع هذه الحكومة يعني مضاعفة بشكل كبير جدا، الإمكانيات المالية. إذا المسار ديال التفعيل ديال الطابع الرسمي هو مسار متقدم، لكن داخل الحكومة نعتقد بأنه يجب أن نواصل العمل بهذا الأفق. هذا هو اللي عندي رسمي بالنسبة لي أنا، هو أن الحكومة بالنسبة لها اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية هي مكون أساسي ومهم جدا، يعتبر من روافد الأساسية الشخصية الوطنية، وهذا موضوع محسوم ولا نقاش ولا جدال فيه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.